العظمة ديت من عظام اللور لمب اسمها الفيبولا. العظمة ديت في الحقيقة رغم انها عظمة صغيرة بس معقدة شوية. العظمة ديت بتشكل اللاترال سايد اوف ذا سكيلتون اوف ذا ليج. هذه العظمة لما نيجي ندرس اوصافها التشريحية هنظر اليها من وجهين اتنين. الوجه الاول هو الانتيرو لاترال فيو، ونشوف تضريسها التشريحية كالتالي. هنجدها انها لونج بون. يعني ايه لونج بون؟ يعني لها تو انز اند شافت، واحدة من الانز هي الابر اند. شكلها كانت كوادرانجولار ان شيب، وتحمل على سطحها ثلاث ملامح تشريحية. اول حاجة الكتلة السميكة اللي في النص دي اسمها الهيد. يلي الهيد دايما كونستريكتد ماس يسموها نيك، والهيد لابسه طربوش على راسها اسمه ستايلويد بروسيس. دي التلات اجزاء المكونه للابر اند اوف ذا فيبولا من الانتيرو لاترال فيو. يلي الابر اند سلندريكال ماس اوف بون هي الشافت لانها لونج بون. هذه الشافت اوف ذا فيبولا من الانتيرو لاترال فيو هنجدها تحمل على سطحها ثلاثة سيرفيسز وثلاثة بوردرز. البوردر الاول هو الانتيريور بوردر، من الملاحظ يمتد من بعد النك لكنه انكمبليت، بيجي عند الربع الاخير من الشفت ويخلص. يخلص ويعمل ايه؟ هنشوف هيعمل ايه دلوقتي. البوردر الثاني يقع على الميديال سايد اوف ذا انتيريور بوردر في مواجهة عظمة التيبيا. يقع الميديال سايد يبقى ميديال بوردر، في مواجهة عظمة التيبيا يبقى انتر اوسياس بوردر. اذا الميديال بوردر اوف فيبولا هو الانتر اوسياس بوردر، ونتذكر ان الانتر اوسياس بوردر اوف تيبيا كان هو اللاترال بوردر العكس. ثم يقع على اللاترال سايد of the anterior border هنا البوردر الاخر اللي اسمه البوستيريور بوردر. اذا انا عندي ثلاثة بوردرز، anterior border incomplete وميديال او انتر اوسياس بوردر ولاترالي اللي هو البوستيريور بوردر. طيب ثلاثة سيرفيسز، انا عندي سيرفيس يقع بين الانتيريور بوردر وبين البوستيريور بوردر، السيرفيس ده هيسموه لاترال سيرفيس. وعندي سيرفيس اخر يقع between the anterior border and the interosseous border يسموه ال anterior surface، يبقى ده ال anterior surface. اما السيرفيس الثالث اللي هو البوستيريور سيرفيس فلا يرى من هذا الوجه، هيرى من ورا. يعني لما اجيب العظمه ديت والفها من الخلف اقدر اشوفها. طيب نيجي لل anterior border اللي كان incomplete. incomplete ليه؟ لانه اتفرع الى فرعين كونوا حدود مثلث سبكيوتينيوس يقع على اللور اند اوف ذا شافت. يبقى دلوقتي عند اللور اند اوف ذا شافت هنجد تريانجولار سبكيوتينيوس اريا، حدودها هي فرعين للانتيريور بوردر. معنى كده ان الايبكس بتاعت هذا المثلث امتدادها لفوق هو الانتيريور بوردر. ادي الملامح التشريحيه للشافت من الانتيرو لاترال فيو. ماذا بعد كده عن اللور اند؟ ادي اللور اند. اللور اند اوف ذا فيبولا هي تريانجولار ماس اوف بون كلها على بعضها نسميها لاترال ماليولاس. لازم نتذكر ان الميديال ماليولاس كانت الجزء الميديال، ميديال ماليولاس اوف تيبيا هي الجزء الميديال من عظم من اللور اند. اما كل اللاترال، كل اللور اند العظمه اللاترال اللي هي عظمه الفيبولا هي اللاترال ماليولاس. يبقى اللاترال ماليولاس هي كل اللور اند اوف ذا فيبولا. ونتذكر ان الماليولاس هي كعب الرجل. اذا انا عندي كعب لاترال هو اللاترال ماليولاس، وكعب ميديال هو الميديال ماليولاس. اللاترال ماليولاس هو كل اللور اند اوف فيبولا، والميديال مالولاس هو بارت فقط يقع على الميديال سايد من اللور اند اوف ذا تيبيا. نمسك العظمه ديت نقلبها على البوسترو ميديال فيو، يبقى ده البوسترو ميديال فيو علشان نشوف منه ملامح الفيبولا. فهنجد الابر اند
زي ما احنا عارفين عبارة عن الابر اند هنجدها كودرانجلر ان شيب لها هيد والهيد يليها كونستريكتد ماس اسمها نيك واعلى منها بروش شكل الطربوش اسمه ستايلوبروسس لكن هنجد ان العظمة ديت على الميديال سايد بتاعها هنجد هاف سيركل نص دايرة في صورة ارتيكولار اريا تمثل الارتيكوليشن مع التيبيا فطبيعي يبقى اسمها تيبيال فاسيت. ننزل بعد كده الشافت اللي هي السلندريكال ماس اوف بون. الشافت لما انا ارسمها كده يبقى علشان نشوف تضاريس البوستيريور سيرفيس فنجد كل البوستيريور سيرفيس هنا ده البوستيريور ميديال فيو ادي البوستيريور سيرفيس اوف ذا شافت. البوستيريور سيرفيس اوف ذا شافت هو السيرفيس المحصور بين البوستيريور بوردر والميديال او الانتر اوسيوس بوردر. طيب يبقى السيرفيس ده كله على بعضه كده اسمه البوستيريور سيرفيس. كويس في نص البوستيريور سيرفيس هنجد ماركد لينير إليفيشن إليفيشن خطي واضح جدا على سطح البوستيريور سيرفيس اسمه ميديان كريست. هذا الميديان كريست هيشق هيقسم البوستيريور سيرفيس الى نصين اتنين انتروميديال بارت او انتروميديال سيرفيس وبوستروميديال بارت اللي هو البوستروميديال سيرفيس. من السبب في تقسيمة البوستيريور سيرفيس الى هذا الجزئين هو وجود الميديان كريست. طيب نيجي بعد كده للور اند من البوستروميديال فيو اللي كان شكلها ترانجولر ان شيب هنجد عليها ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه هي عباره عن هاف سيركل يسموها ماليولار فوسا بتمثل مكان الارتكوليشن بتوين ذا لور اند اوف فيبولا مع احدى عظام الفوت ونتكلم عليها بعد كده. طيب امام منها ده من الخلف امام منها يعني في هذا الاتجاه ده هنا الاتجاه الامامي وده الاتجاه الخلفي ماشي. امام من الميلولار فوسة هنجد تريانجولار ارتيكولار اريا عفوا يا جماعه معلش هنا الميلولار فوسة مش مكان الارتكوليشن مع ايه دي مكان اتصال رباط قوي جدا هيربط الفيبولا باحدى عظام اللور ليمب. امام منها هنجد الارتيكولار سيرفيس اللي هو كان المثلث ده اللي كان بيمثل مكان الارتيكوليشن يعني هنا في ارتيكولار سيرفيس يعني هنا في بون ده من هنا كان في ليجامنت. الارتيكولار سيرفيس اللي هو المثلث الشكل اللي يقع امام الميلولار فوسا ده مكان الارتيكوليشن اللور اند فيبولا اللي اسمها لاترال ميلولاس مع عظمة التيلس احدى عظام الفوت. هنا هوت ورا منهم على طول واعلى منهم هنجد فيه جروف اسمه ماليولار جروف. هنجد ان برضو نتذكر ان كان في ماليولار جروف على اللور اند اوف تيبيا هنا ايضا في ماليولار جروف على اللور اند اوف ذا فيبولا.